تناغم مع عبد الله الدرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا لكم والعود أحمد. تكلمنا اليومين الماضية عن رحلة التناغم، تناغم لتكون. يا ترى بدأت يعني تعيش معانا القصة؟ يا ترى طلعت معانا الطائرة؟ لا تقول لي أنا ما أحب الطائرة ولا أحب أطلع فيها. بعض الناس يعني عنده كذا خوف، فوبيا من الأماكن العالية، لأني باك تطلع معنا فوق وحنكمل المشوار. اليوم وقفتي معاكم في زبدة رحلة التناغم وفن مراجعة خارطة الحياة. إيش يعني الزبدة؟ دائما أي رحلة في شيء أساس يسموه اللحمة، ها، وفي شيء عظم، يعني نحط اللحم فوق العظم. فنحن اليوم حنركز على اللحم، على الكور، على الأساس في رحلة التناغم والمراجعة اللي هي المنهجية. يعني في الأخير مهما تكلمنا مع بعض وتحاورنا وبدأنا نخاطب فيك لغة الأنا ولغة التحرك للأمام، في الأخير تحتاج يكون عندك أداة في يدك تبغى شيء تنطلق به اللي هي الكيفية. طبعا ما أخفيكم الظن، دائما لماذا وماذا تشغلنا مرة كثير. ليش أنت أصلاً تحتاج إلى التناغم؟ ليش أنت تحتاج أنك تراجع حياتك؟ طبعاً هذا شيء أساسي لأنه هذا المحرك، لكن في الأخير نحتاج كيف نراجع بفن بذكاء. فاليوم حنتكلم معاكم عن المنهجية. سميتها التاءات الخمسة. تعرفوا تاء 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 كمان واحدة تاء تصير تاءات خمسة. طبعاً مهم جداً نعطيها كذا زي ما يقولوا مختصر إنجليزي، معلش يعني هذا ما هو الاستعراض، بس لأنه تعودنا في لغة الإدارة الاختصارات 3CAI. دائما تذكروا إحنا ماشيين 3CAI، لو حبيت مط الآي تقول آي زي أخواننا السودانيين الطيبين الحلوين، نقول 3CAI. خلاص إحنا شبكنا مع بعض، حندخل الآن ونخش بالتفاصيل عشان نتكلم عن هذه المنهجية. في الأخير هي خماسية، التاءات الخمسة خماسية، تبدأ من مرحلة التجميع. طبعا هنتكلم في كل واحدة كيف تتم وإيش الأدوات اللي ممكن تحتاجها في الطريق، لكن خلينا بس الآن من فوق نستوعب خارطة الطريق كما يقال، نشوف المعالم الكبرى، وحراجعها معاكم قبل ما أنهي هذه الحلقة. فقلنا نحن إيش التاءات الخمسة. الأولى إيش هي؟ التجميع، كولكت. الخطوة أو المحطة الثانية اسمها التصنيف، كاتيجورايز، يعني بالسي لاحظتوا التجميع التصنيف. طب المحطة الثالثة إيش هي؟ ما إيش تتوقعوا؟ التربيط، كونكت. لا تفهموا غلط، بعض الناس يحب التشبيك والتربيط، لكن نقول له التربيط في حياتك أجمل بكثير والتشبيك من أشياء تانية. الرابعة التعديل، المحطة الرابعة التعديل، الجست. المحطة الخامسة هي دائما خاتمة أي رحلة، التحسين. ترى التحسين هي محطة أخيرة وأولى ودائما موجودة معانا. كل ما احنا نمشي في الطريق لازم يكون التحسين عندي غاية وسيلة، من غير التحسين سأبقى جامد. إمبروف، عرفتوا الآي جاي من فين؟ من إمبروف. نعيدها تاني، التجميع، التصنيف، التربيط، التعديل، التحسين. أقولها بالترجمة حقها كمان، التجميع كولكت السي الأولى، التصنيف كاتيجورايز بالسي الثانية، التربيط كونكت بالسي الثالثة 3C الآن، وبعدين نكمل الجست اللي هو التعديل بالأي، والتحسين بالإمبروف. بمعنى 3CAI التاءات الخمسة سميناها خماسية المراجعة. ترى أحيانا يعني الناس تخش في الشرح هم ما مستوعبين الصورة الكلية. طبعا ما أخفيكم الظن، أنا من الشخصيات اللي أحتاج أشوف الصورة كلها بعدين نزلني في التفاصيل. الدخول في التفاصيل vertical بعمق من غير ما أنت تستوعب القصة أحيانا ممكن تتوه. يعني إيش تتوه؟ يعني تنزل في التفاصيل ما عاد تخرج. فأنا أبغاك تعيش الخمسة المعالم هذه، خارطة الطريق حق منهجية المراجعة والخماسية، عشان تستوعب أنه لا تطول في المحطة الثانية، ترى وراك لسه المحطة الأهم. إيش المحطة الأهم؟
الأجست، فعلا الأجست التعديل. طبعا نحن استخدمنا كلمة تعديل وما استخدمنا كلمة تركيز وتخطيط. ليش؟ البعض يقول لي يا أخي المراجعة وسيلة، التخطيط غاية. يا أخي إيش أهمية أني أنا أراجع وما عندي خطة؟ ترى مشكلتنا أحيانا أنه نحن نبغى الناس كلهم يجوا في مكان واحد. يا أخي ما عندنا مشكلة ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان العبارات أحيانا تعطي معاني مختلفة، لكن خليني أتكلم بكل وضوح أنه اليوم في رحلة التناغم أخترنا المراجعة وسيلة. بمعنى الإنسان اللي عنده خطة هذا حيختصر الزمن مرة كثير، اللي ما عنده خطة ما حيحرم الفائدة، لازم نحطه في بداية الطريق. ترى المراجعة ما يبقى لها خبرة في التخطيط، كل إنسان أصلا في حياته وقفات مراجعة، يعني ممكن راجع أداءه اليومي، ممكن راجع مشروع من مشاريعه، لكن راجع حياته هذه محط، هذا التركيز حقنا. إذا نحن اليوم في رحلة المراجعة هي المرحلة الأولى في التخطيط الشخصي، المرحلة الأولى في التخطيط للحياة، وبالتالي ما عندنا إشكالية إنه هو يبدأ بهذه الخطوة ويكمل المشوار. أهم حاجة الآن نخلي التخطيط أولا ثم المراجعة، حنصير زي حركة البيضة والدجاجة أولا. أنا اليوم معاكم في رحلة المراجعة بأبسط طريقة عشان نبدأ الرحلة. يا ترى استوعبنا الثري سي اي اي؟ استوعبناها؟ حنتكلم في التفاصيل الآن؟ لا لا لا، لازم نوقف دحين عشان ما نطول عليكم، في الحلقات القادمة حنخش في التفصيل لكل واحدة من هذه المحطات. زي ما اتفقنا، اللي خرج في بالك، اللي انقدح في ذهنك، الشعور اللي جاك اكتبه اكتبه، في نهاية المشوار حتكون هي خطتك وقصتك. ألقاك على خير مع حلقة جديدة من برنامج تناغم لتكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.